الو، اهلا يا صفا. مجدي، سعاد عندك؟ سعاد؟ طبعا. لا، ليه؟ مش لاقيها في البيت يا مجدي. رجعت لقيت الدنيا مكركبه وملهاش اي اثر. ما تعرفش راحت فين؟ ما عنديش اي فكره. سالت عليها حوالينا، ما حدش شافها النهارده خالص. مجدي، انا مش عارف اعمل ايه. طيب عربيتها؟ عربيتها موجودة؟ عربيتها؟ لا مش موجودة. بس بتسأل عليها ليه؟ صفت، أنا هخرج أدور عليها. خليك أنت في البيت، يمكن ترجع، وأفضل إنك تبلغ البوليس. مع السلامة. هرجع له تاني ابدا. ما تتكلميش كده يا سعاد. اجدي، انت مش فاهم، مش فاهم حاجه. انا فاهم كل حاجه وحاسس بكل كلمه بتقوليها يا سعاد. ما كانش لازم ده يحصل. غلط غلط. ايه اللي غلط؟ اني احبك. يا ريتنا كنا اتقابلنا في وقت غير الوقت، في مكان غير المكان. كان ممكن نبتدي حياة جديدة، كان ممكن حاجات كتير قوي تحصل. لكن دلوقتي خلاص. سعاد، الواحد ممكن يتحكم في كل حاجة إلا في إحساسه ومشاعره، بس انتي لازم ترجعي لصفوت. لا، صفوت جوزك، ومهما كان شعوري من ناحيتك فلازم ابعد عنك. مجدي، سعاد، عشان كده لازم نبعد عن بعض يا سعاد. لا، الحب ده مش من حقنا. مجدي، انت بتحبني حقيقي؟ ايوه. طب مجدي، انا في حاجة لازم اعملها. حاجتي يا سعاد؟ ارجوك يا مجدي ما تسألنيش، بس وعدني مهما حصل هتفضل تحبني، لان انا عمري ما هنساك. هيا يا مجدي، خليك خليك يا مجدي. سعاد، ما تجيش ورايا، ما تجيش ورايا يا سعاد. خليك يا مجدي. سعاد، سعاد، ارجع يا مجدي. لا لا، ما تجيش يا مجدي، خليك. Thank you.
بوليس النجدة. ده اللي كنت خايف منه. عندك شهود على الكلام ده انها حاولت انتحار اكتر من مره؟ الحقيقه انا ما كنتش عاوز شوشره، وعشان كده تكتمت على الحاله اللي كانت عندها. لكن في الاستاذ مجدي عبد الغفار كان عنده علم بحالتها، واعتقد انه كان موجود ساعه ما. عن اذنك. أستاذ مجدي. أفندم. الأستاذ صفوت بيقول إن سعاد هانم حاولت انتحار عدة مرات قبل كده، وإنك كنت حاضر وتقدر تشهد بكده. أنت كنت معاها في الفنار قبل ما تطلع وترمي نفسها، مش كده؟ أيوه. طب ليه ما حاولتش تمنعها قبل ما تطلع على الفنار وترمي نفسها؟ حاولت. حاولت. لكن ما قدرتش. ما قدرتش ليه؟ اصل الاستاذ مجدي بتجيله حاله دوار من اي مكان مرتفع، نتيجه لحادثه حصلت له من مده، عشان كده ما قدرش يمنعها او يلحقها من الانتحار ساعه ما جه حاله دوار. يلا بينا يا مجدي، أوصلك.